تعالى في هذا اليوم المجهول أن ينصر الإسلام وأهله وأن يرفع الألم والحزن عن جميع المسلمين. ومما ينبغي أن ندركه معاشر الموحدين أنه والله ما كان هذا الألم والحزن إلا لتقصيرنا في عبادة الله تعالى وتعلقنا ببيته وبتفرقنا وجزاء أمرنا. وإن الواجب علينا أمة الإسلام أن نعود إلى الله تعالى ونخلص اللجوء إليه والتعلق به سبحانه، فبيده جل جلاله مقاليد الأمور، وقد رأينا من عجائب تدبيره وتقديره سبحانه في أكثر من بلد مسلم حين بدل الله حالها وأزاح طغاتها فهلك منهم من هلك وتشرد من تشرد وسجن من سجن في آيات جاهدات على عظيم سلطان الله وشدة انتقامه من كل ظالم وجبر مسلم يستعبد ويسترق عباده ويحارب دينه وأولياءه. أيها المؤمنون الموحدون، انتصار الإسلام والمسلمين حتمي تام لا محالة، لأن الله قد وعد به ونحن واثقون بوعده وبنفسه سبحانه. قال الزمان والصبر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأيام صعبة عباد الله، امتحان تظهر